وفاه المرحوم كانت بالنسبه لي صدمه، وازدادت صدمتي حينما علمت انه توفى في المكان الذي يزور فيه المرحوم سحمي الزيدي، وكاننا قد اصبحنا في مثلث برمودا بالمغرب، مثلث يقتل السياسيين ويقتل رجال هذا البلد. صادح السباهة رجل ليس كالرجال، يمكن أن تتفق معه يمكن أن تختلف معه، ولكن الشيء الأساسي لا يمكن إلا أن تحترمه، تحترم لمبدئيته لمواقفه لأخلاقه لإكتفاني في خدمة الوطن. للأسف الشديد حينما يضع الوطن في مثل هذا الرجال والمستحمد، فهذا تخلي واحد النوع من الأسى والألم في زمن الحياة السياسي والتراجع السياسي وتهافت المنخبطات.